بصحيفة آخر لحظة ومن زاويته خارج الصورة يكتب عبد العظيم صالح تحت عنوان الشعبي خلوها مستورة. يقول الكاتب: كنت حريصا على حضور المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي ولكن لم تصلني دعوته. وأشاد زميلنا عند سؤالي بالإعداد والتنظيم وحضور لافت من الخارج، ويعلق عبد العظيم صالح قائلا: الاهتمام بالتنظيم والمشاركات الخارجية أمر لافت، كان الاهتمام منصبا عليهما منذ أيام الراحل دكتور الترابي، والذي كان ينظر على حد قول الكاتب بعيدا عن الحدود التي رسمها الإنجليز في العام 56، وهذا هو سر إخفاق تجربته في حكم السودان. ويوضح صالح هذه النقطة أكثر بالقول: والحقيقة أن الشعبي رغم وزره الذي يتحمله في وأد الديمقراطية طبعا بأثر رجعي، إلا أنه أفضل كثيرا من جمود الإمام المهدي وحزبه، فالحزب الذي هتفت جماهيره أمس لن نحاور من يناور يبدو متقدما في النظر لقضايا المركز والهامش. ويختم عبد العظيم قائلا: والآن يقدم الحزب فضيلة جديدة في الممارسة السياسية بتنازل السنوسي عن منصب الأمين العام للحزب للدكتور علي الحاج. صحيح أن الأول في طريقه للقصر رغم هتاف أنصاره أمس هي لله لا للسلطة ولا للجاه، وهي شعارات تعودنا على سماعها، لكن تظل محض شعارات هي في واد والتطبيق في واد آخر غير ذي زرع. خلوها مستورة.